الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونبرأ من الحول والقوة إلا إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. خاصة حول مادة التجويد أو فن التجويد، فالتجويد حينئذ لا بد منه، فهو متعلق بآي القرآن الكريم، بآي القرآن الكريم. فانطلاقا من قول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. فالتجويد لابد لقارئ القرآن من هذه المادة، فلا يكمل حفظه، فلا يكمل حفظه ولا يكمل إتقانه وضبطه إلا بإتقان أحكام التجويد. لابد لقارئ القرآن من التجويد. لا يكفي أن تقرأ القرآن هكذا من غير مدود، ولا يكفي أن تقرأ القرآن هكذا من غير أحكام لأحكام النون الساكنة والتنوين، لا سيما قارئ القرآن. أحكام التجويد المتعلقة به، هذا لحن جلي. مثال: يقرأ صراط الذين أنعمت. والصواب أنعمت، إظهار النون عند حرف العين. صراط الذين أنعمت. مثال: تقرأ تجيل يقرأ أنعمت، غير المغضوب عليهم. تجد من يقرأ عليهم، لا عليهم. لابد من إقامة الحروف، لابد حينئذ من إقامة الحروف. ولا يخافون في الله لومة. تجد من يقرأ لومة، لو اللام مفتوحة يضمها، لومة لائم، لا لومة لائم. وقس على ذلك، هذا هو إقامة الحروف ومعرفة الوقوف، هذا هو التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لماذا؟ لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. لأنه به الإله المولى عز وجل أنزله مجودا مرتلا، مجودا مرتلا. مصداق ذلك قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. عندنا ثلاثة تجمعها تلك الكلمة ترتيل، فيدخل فيها حينئذ التحقيق، وهو القراءة بتوأدة واطمئنان. قيل كما نقول هنا، كما قراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تحقيق والتدوير بين والسرعة في القراءة مع ضبط الأحكام، توسط والحذر، الحذر سرعة في الأحكام مع سرعة في التلاوة حينئذ مع الضبط، مع ضبط الأحكام حينئذ. هاته ثلاثة: التحقيق والتدوير والحذر. يجمعها كلمة الترتيل، يجمعها كلمة الترتيل. من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصل بالترتيل. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. سبحان الله، الفرق، يوجد فرق شاسع بين القارئ الذي يجود القرآن الكريم يحبره تحبيرا، والقارئ الذي لا يجود، لا يأبه بأحكام التجويد. تجده حافظا كما أسلفنا، لكن لا يمد المدود، ولا يضبط أحكام النون الساكنة والتنوين، ولا التغليظ ولا الترقيق ولا التفخيم ولا غيرها. إذ هناك فرق. زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، عندما قال: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة.
وهو ما هو التجويد؟ إعطاء، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهو إعطاء الحروف حقها، حقها مخرجها، بحيث تخرج الحرف من مخرجه الأصلي. عندنا مخارج عامة ومخارج تفصيلية، لا يكفي الوقت حينئذ لتتبعها جملة وتفصيلا. الإنسان إذا أراد ذلك عليه بالجزرية في بداية الأمر، في بداية الأمر تحفة الأطفال، ثم كتاب الجزرية للإمام، كلاهما للإمام الجزري عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتطرق، أن يتعمق في التجويد، عليه بالنجوم الطوالع للإمام ابن بري، معروف نجوم الطوالع، الدرر اللوامع، يقال لها الدرر اللوامع. نعم، قلنا حينئذ، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها، حقها مخرجها، حقها المخارج العامة، العامة 5 والتفصيلية 17 مخرجا، من صفة لها ومستحقها. من صفة الله، صفات، عندنا صفات الحروف، كذلك الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد، وكل حرف يختص بصفة من هذه الصفات، لأنه يعني عندنا المخارج وعندنا الصفات. فالفرق مثلا بين الصفات، بين مثل الصاد والسين، الصاد مستعلية والسين مستفيلة أو مرققة، وهكذا وهكذا. هذا كمثال بسيط، هذا كمثال بسيط. ورد كل واحد لأصله، يعني إقامة الحرف، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفه. التجويد ليس فيه تكلف، الإنسان يقرأ بسلاسة ويقرأ بطلاقة ويقرأ مرتاحا، لا يصنع التكلف لكي يظهر أمام العوام حينئذ بأن تجويده جيدا، أو يجهد نفسه بحيث ينقطع نفسه، بحيث ينقطع نفسه، هذا تكلف، وهذا حينئذ يعد شيئا ليس من باب التجويد. لا، إنسان لا يتكلف التجويد، يقرأ بسلاسة وبطلاقة وبتوأدة واطمئنان، لا يجهد نفسه في التجويد، ولا يرفع صوته إلى الحد الذي ينقطع فيه نفسه حينئذ، لا، هذا ليس بالتجويد، هذا ليس بالتجويد. قال مكملا من غير ما تكلف، تجد الإنسان في بعض الشاشات يجود ويجهد نفسه حتى تظهر عروقه ويحمر وجهه ويرفع صوته، لا لا لا، هذا يعد حينئذ من التكلف، وهو حينئذ غير مطلوب، غير مطلوب شرعا، يعد تكلفا في القرآن الكريم. لذلك قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله مكملا من غير ما تكلف، من غير ما تكلف. عليكم السلام شيخ، الحمد لله. باللطف بالنطق بلا تعسف، باللطف بالنطق بلا تعسف، يعني ينطق الحرف سليما ولا يتعسف في نطقه، بحيث يخرجه عن أصله، ولا يخلو هذا من زيادة في الحرف، لا يخلو من زيادة في الحرف، سواء كان هذا الحرف حرفا من فيه مد أو غير ذلك، لا يخلو حينئذ من زيادة في الحرف. الإنسان لا يجد نفسه، نعم، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، بلا تعسف، لا يتعسف في أحكام أو تعلم أحكام التجويد. ثم قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، كما أسلفنا. الإنسان الذي يريد أن يتعلم أحكام التجويد أولا يعزم النية الصادقة طبعا، إذ هي في ابتداء كل فعل، إنما الأعمال بالنيات. ثم بعد ذلك لابد له أن يبحث عن شيخ متقنين، عن شيخ متقنين، موش كل موش يعني تتعلم التجويد عن شيخ غير متقن، أنت تريد الإتقان، تريد إتقان،
تجدوا بعض الشيوخ، نعم شيوخ موجودون حفاظ القرآن الكريم أئمة، لكن غير متقنين لأحكام التجويد، غير متقنين لأحكام التجويد للأسف، وهذا أسف، هذا نتأسف له. حري بهذا الإمام أن يتعلم أحكام التجويد حينئذ لكي يصلي بالناس ولكي يدرس هاته المادة للتلاميذ الذين يدرسون القرآن الكريم. لذلك يقال فاقد الشيء لا يعطيه، أنت ما عندكش المادة الأولية، كيف تريد أن تقدمها للآخرين؟ لا، يجب أن تكون ضابطا متقنا لكي لا يصدق فيك قول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، هل لنفسك كان ذا التعليم. إيه. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يجب على الفك أن يتدرب على أحكام التجويد، أن يتدرب على أحكام التجويد. نعم. ولا سيما ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل، ونحن في بصدد أيام هذا الشهر الفضيل، حينئذ نجد القراء يتسارعون ويتسابقون للمحراب وهم لا يحسنون حتى قراءة الفاتحة، حتى قراءة الفاتحة، وهذا أسف. لا، يجب من الضبط، يجب ضبط القرآن الكريم شكلا وتجويدا، شكلا وتجويدا، لأن الصلاة تعبدية، والله سبحانه وتعالى لا يتعبد إلا بشيء الطيب الجميل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم تعلم، كاين تعلم في غير وقت التلاويح، تعلم في النهار نوافل كلها، في النهار حتى في اللي تعلم في المنزل، في المسجد مع مدرسك الذي تدرس عليه، تعلم معه، نعم يرشدك ينصحك وهكذا. نعم. أما حينئذ بأن تتقدم وأنت لا تحسن أحكام التلاوة أو تحسن البعض، لا، فيجب عليك حينئذ أن تتقن التجويد، وحينئذ تتقن لا سيما قراءة الفاتحة أو البعض، ثم بعد سنين ستتقن أحكام التجويد، فبذلك يمكنك أن تتقدم إلى إمامة صلاة التراويح. نعم. في الأخير سأحاول أن أتلو عليكم سورة البلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. صدق الله العظيم. للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.